مشاهدينا اهلا بكم. همزه وصل جديده نفتح بها دوما بابا للحوار بيننا وبينكم. همزه وصل اليوم تتابع منتدى باريس للسلام في ظل مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى، حيث يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الى العاصمه الفرنسيه باريس للمشاركه في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليا، خاصة من خلال استعداد ليبيا لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وهو الاستحقاق الذي ينتظر أن يكون مؤثرا في المرحلة المقبلة في وضعية ليبيا واتجاهها نحو الاستقرار، وكون هذا الاستحقاق يقود إلى العديد من النقاط المكتسبة على الأرض بالفعل في ليبيا ويسير بها نحو قاعدة سياسية حقيقية سليمة لطالما طوال السنوات الماضية حلوا ما به الليبيون من أجل استقرار حقيقي على الأرض بدلا من الكثير من المتاعب التي تعاني منها ليبيا الشقيقة في هذه المرحلة. بالتأكيد الحوار سيتضمن الكثير من النقاط حول الوضع الليبي، سيتضمن أيضا دور هذا المؤتمر في الوصول للكثير من الحلول المعلقة بالنسبة للوضع الليبي وأيضا العلاقات المصرية الفرنسية وخاصة الاقتصادية. نبدأ الحوار معنا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير رئيس تحرير جريدة السياسة المصرية. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. دكتور أيمن، بدأ ذي بدء دعنا نتحدث عن أهمية مؤتمر باريس الدولي عامة قبل أن نتوجه نحو مقصده في هذه المرة. أولا يعني هذا المؤتمر بيعقد في توقيت فارق للغاية، هو يعقد يعني قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التي سوف تجرى في ليبيا يوم 24 ديسمبر القادم، وبالتالي الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تقديم زخم وقوة كبيرة جدا للشعب الليبي والدولة الليبية حتى تعود مرة أخرى إلى ما كانت عليه كدولة طبيعية، دولة إيجابية في محيطها البحر المتوسطي وفي محيطها الأفريقي والعربي. طبعا هناك بعض الأطراف معروف في ليبيا تريد أن تعرقل المسيرة السياسية في ليبيا، لذلك يسعى هذا المؤتمر إلى قطع الطريق على هؤلاء والدفع بمسيرة الأمور في ليبيا حتى تصل إلى محطتها النهائية بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاعتراف بالنتيجة وعدم تشويه النتيجة أو عدم التنصل أو التفاف حول النتائج كما حدث في عام 2014، لأن هناك تقديرات تقول أن بعض الأطراف قد تنخرط في الانتخابات لكن إذا لم تأتي النتيجة على هواها قد تنقلب عليها وقد ترفضها كما حدث في 2014، وما نعيشه الآن في ليبيا هو مشهد أو نتيجة لما حدث في 2014 عندما رفضت جماعة الإخوان في ليبيا الاعتراف بالنتيجة لأنها هزمت في هذه النتيجة. المود العام والتقدير العام يقول أن هذه الجماعة لن تصل على أصوات كثيرة في الانتخابات القادمة، وبالتالي التخوف من أن تعيد نفس التكرار ونفس المشهد الذي حدث في 2014. طيب دكتور أيمن، دعنا نأخذ الأمر نقطة نقطة، تحديدا في قضية الانتخابات التي قد أثير فيها العديد من المخاوف منذ الإعلان عنها من فكرة وجود بعض السكان الذين يعتبرون غير أصليين في بعض المناطق في ليبيا، ولكن تم تسكينهم وحصولهم على الهوية وهم تابعين بشكل أو بآخر لجماعة الإخوان ومن ثم يمثلون كتلة ضاغطة في العملية الانتخابية. كيف تم التعامل مع هذه النقطة؟ أولا هذه النقطة بالفعل هي مصدر تخوف ليس فقط هؤلاء، لكن هناك تخوف أيضا أن بعض الميليشيات والمرتزقة اللي تم جلبهم من سوريا وحتى من الصومال
يتم منحهم هويات وبطاقات انتخابية حتى يعدلوا النتيجة لصالح هذه الجماعة. كل هذه الأمور موضوعة أمام مؤتمر باريس، لكن أنا في تقدير مؤتمر باريس فيه بعض المزايا الإضافية الأخرى يجب التنويه إليها والاستفادة منها. أولا هذه رئاسة ثلاثية، رئاسة برئاسة فرنسا وإيطاليا وألمانيا. ألمانيا معروف أنها استضافت مؤتمري برلين الأول ومؤتمر برلين الثاني من أجل ليبيا، وكانت المخرجات من هذين المؤتمرين في غاية الأهمية بالدفع للعملية السياسية، هذه واحدة. الأمر الآخر أن مؤتمر باريس هو المؤتمر الوحيد الذي يستضيف كل دول الجوار الليبية بما فيها دول تشاد والنيجر، هذه الدول لم تشارك لا في مؤتمر برلين الأول ولا في برلين الثاني. رقم ثلاثة وفي هذا أيضا في غاية الأهمية هو المشاركة الأمريكية الفاعلة في مؤتمر باريس. نعم. سوف تشارك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بنفسها في هذا المؤتمر، وهذه أعلى مشاركة أو أعلى مستوى من المشاركة الأمريكية منذ بدء الأزمة في ليبيا. كل ذلك بيشكل ضغط على الذين يحاولون أن يفسدوا العملية الانتخابية في ليبيا، وأيضا مخرجات مؤتمر باريس سوف تؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ أكتوبر 2020 ودعم دعسة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي التي تلعب دور كبير جدا في التقريب بين الفرقاء الليبيين. نعم دكتور أيمن، حضرتك أشرت إلى ثلاثة نقاط غاية في الأهمية، أولا مخرجات برلين واحد وبرلين اثنين، وأيضا وجود دول المحيطة أو دول الجوار الخاصة بليبيا والمشاركة كلها في مؤتمر باريس والحضور الأمريكي. وبالتالي هل من الممكن أن يفضي مؤتمر باريس إلى نتائج ومخرجات أفضل من التي تحققت من برلين واحد وبرلين اثنين من وجهة نظرك؟ في اعتقادي نعم، لأن مؤتمر باريس والدولة الفرنسية والرئيس ماكرون لديه إرادة سياسية واضحة بإخراج المرتزقة والإرهابيين من ليبيا. للأسف فشل مؤتمر برلين الأول والثاني في وضع خريطة طريق لانسحاب أو سحب هؤلاء الإرهابيين من الغرب الليبي تحديدا. لذلك يتوقع في مؤتمر باريس أن يضع خريطة طريق لانسحاب هؤلاء. وهناك بعض الأفكار المطروحة مثل ما يسمى بالسيناريو الرواندي، وهو يقوم على فكرة على أن الذين انخرطوا في العمليات الإرهابية من الليبيين يمكن إعادة تأهيلهم مرة أخرى والانخراط في الأجهزة الأمنية الليبية تحت سيطرة الحكومة الموحدة. لكن بالنسبة للأجانب سواء من سوريا أو سواء كانوا يتبعوا لدولة أخرى عليهم الخروج بشكل كامل من ليبيا، سواء بشكل آني وبشكل فوري أو حتى إذا تعذر ذلك يكون بشكل متدرج وفق خطة واضحة بالاتفاق مع الدول التي أرسلت مثل هذه القوات. لكن للأسف يعوق هذه الفكرة ويعوق هذا المسار هناك أن بعض الدول تختلف حول المفاهيم، مفهوم المرتزق ومفهوم الميليشيا. هناك بعض الدول تقول أنها أرسلت مثلا المرتزقة السوريين بالاتفاق مع الحكومة السابقة في ليبيا حكومة السراج. نعم. وبالتالي تعتبر وجود هؤلاء موجودون في ليبيا بشكل قانوني. نعم، إذن هل يمكن أن ينتهي هذا الخلاف الذي اعترى برلين واحد وبرلين اثنين في باريس اليوم؟ هل هناك إرادة سياسية من وجهة نظرك مختلفة هذه المرة خاصة مع الحضور الأمريكي الممثل في نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس؟ أنا في تصور حضور كامالا هاريس والحضور الكبير والرفيع المستوى في مؤتمر باريس ووجود أفكار محددة لإخراج هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة، أنا في التقدير على الأقل سوف يعزل من ينادي ببقاء هؤلاء المرتزقين في ليبيا، ووقتها يمكن التعامل معهم وفق القانون الدولي وفق يعني مستقبل الشعب الليبي. لكن أنا في تقديري الذهاب للانتخابات ونجاح الانتخابات وانتخاب رئيس ليبي وبرلمان ليبي جديد لا يخضع لمؤثرات الميليشيات، الجميع يعلم أن الحكومة الموجودة في طرابلس يعني كان الله في عونها تتعرض لضغوط من قبل الميليشيات والمجموعات المسلحة. لذلك عندما تأتي حكومة منتخبة يدعمها كل الشعب الليبي أنا في تقديري سوف تكون قادرة جدا على المطالبة بسحب المرتزقة والمجموعات الأجنبية والقوى الأجنبية من ليبيا، خصوصا أن هذه الحكومة سوف تكون مدعومة بشكل كامل من المجتمع الدولي ومن دول الجوار ومن المنطقة العربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط. طيب دكتور أيمن، دعنا ننتقل إلى الداخل الليبي ووضعيته في المرحلة الحالية ومدى جاهزيته للانتخابات المزمع إجراؤها في الشهر المقبل، ماذا عن الوضع على الأرض هناك؟ بالفعل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا يعني تقريبا جهزت كل شيء وأصبحت الأمور واضحة للغاية لإجراء الانتخابات.
طبعا هناك بعض الصعوبات الأمنية قد تتعلق بذهاب البعض إلى صناديق الانتخابات أو نقل الصناديق وفرزها وغيرها، لكن هناك أمال كبيرة جدا في الأمم المتحدة أن بعثة الأمم للدعم في ليبيا تساعد مفوضية الانتخابات الليبية للتغلب على بعض المشاكل اللوجستية البسيطة. أنا في تقدير هذه المشاكل يمكن التغلب عليها. الشعب الليبي لديه إرادة واضحة لإنهاء المرحلة السابقة من الفوضى والتخريب التي حاولت دول ومجموعات أن تفرضها على الشعب الليبي. هناك إرادة شعبية وإرادة دولية وإرادة عربية لعودة ليبيا الطبيعية إلى وضعها الطبيعي. الدول المعرقلة والدول التي تستفيد من الوضع الحالي وأمراء الحرب الموجودين في ليبيا والذين يحاولون استفادة من الوضع القائم في الغرب الليبي، أنا في تقديري وقت هؤلاء نفذ والإرادة الدولية أصبحت واضحة. نعم، هل هناك كروت ضغط محددة وواضحة هذه المرة يمكن التعامل بها من خلال مؤتمر باريس مع العديد من المشكلات على الأرض داخل ليبيا؟ هناك تفكير في عمل لائحة بالشخصيات التي قد تعرقل المسيرة السياسية وفرض عقوبات عليها، عقوبات مالية ومنعها من السفر وغيرها. هذا الأمر بيجري التفكير فيه وأشارت إليه الصحافة الفرنسية صباح اليوم، لكن إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه الأمور؟ أنا في تقديري الأمور سوف يكون هناك انتظار حتى إجراء الانتخابات، وبعد ذلك أي طرف يعرقل إجراء الانتخابات أو لا يعترف بنتيجتها سوف يتعرض لعقوبات شديدة سواء من الاتحاد الأوروبي أو من مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أو من دول الجوار. نعم، دكتور أيمن، هل تشير هذه القائمة أو الإشارة إلى هذه القائمة إلى قائمة طويلة من الأسماء تنتمي بشكل انقطع الاتصال مع دكتور أيمن سمير رئيس جريدة السياسة، وكان حديثه الحقيقة يحمل العديد من النقاط الهامة في هذا الصدد حول وضعية مؤتمر باريس ومدى قدرته على التأثير على مجريات الأوضاع على الأرض في ليبيا، خاصة أنه يجمع جميع الأطراف تقريبا التي هي دول جوار بالنسبة للداخل الليبي، وهي عناصر شديدة الأهمية في هذا الصدد أن تكون موجودة على طاولة الحوار في مؤتمر بهذا الحجم، إلى جانب أيضا الحضور الأمريكي ممثلا في نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، وأيضا التعامل مع مخرجات برلين 1 و2 بشكل واقعي للوصول لحلول حقيقية هذه المرة من خلال وصول لتعريف كامل لكلمة مرتزقة والوصول لآليات حقيقية لمحاولة إخراج هؤلاء المرتزقة من على الأرض. لكن بالتأكيد هناك العديد من التحديات على الأرض داخل ليبيا تواجه الداخل الليبي في المرحلة المقبلة، وهو السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه على مائدة التفاوض في محاولة التعامل مع الداخل الليبي بحكمة في هذه المرحلة، خاصة مع وجود عناصر تؤثر في بعض المواقع الحيوية في الداخل الليبي. معنا عبر الهاتف معالي السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معالي السفير. أهلا يا فندم. ما هي طبيعة التحديات التي تواجه مؤتمر باريس في حل الأزمة الليبية أو في النظر للقضية الليبية؟ يعني اسمحي لي بداية أني أشير إلى أن مؤتمر باريس غدا الخاص بالشأن الليبي ده هينعقد تحت رئاسة ثلاثية مشتركة بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة، وأهم القضايا التي سوف ينظر إليها هذا المؤتمر أولا التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر والبرلمانية في يناير 2022. المؤتمر سوف يركز على توجيه رسالة من ضرورة دعم وتأييد إجراء الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر القادم والانتخابات البرلمانية في يناير 22، والعمل على فرض عقوبات وممارسة الضغوط على أي طرف من الأطراف الليبية أو الأطراف الإقليمية التي تسعى إلى عرقلة إجراء الانتخابات الليبية المشار إليها. القضية الأساسية والجوارية الأخرى التي سوف ينظر فيها المؤتمر هي قضية ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات الليبية ونزع أسلحة هذه الميليشيات. المؤتمر سوف يكون بمثابة رسالة دعم لخارطة الطريق الليبية وضرورة إجراء التسوية السياسية واحتفاء
احترام المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات الليبية في مواعيدها المقررة 24 ديسمبر القادم ويناير القادم إن شاء الله. النهاردة مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مؤتمر باريس الخاص في الشأن الليبي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا أنه لابد من إخراج القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة وفك وتنزع سلاح الميليشيات الليبية اللي موجودة في ليبيا حتى يتم توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات الليبية. هذا فضلا عن تأكيد سيادته على دعم مصر لمسار التسوية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وده انطلاقا من الجهود المستمرة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما زال يقوم بها حتى الآن من ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي الليبية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي وضرورة الحفاظ على السيادة والوحدة الإقليمية لليبيا. مشاركة السيد الرئيس بتنطلق من أن أمن ليبيا هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر حريصة كل الحرص على إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وصيانة المؤسسات الوطنية الليبية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي. وفي هذا الشأن احنا بنلاحظ ان المجتمع الدولي في قمة باريس غدا ان شاء الله سوف يؤكد على ضرورة إقامة وتنفيذ استحقاق الانتخاب الخاص بالانتخابات الليبية وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وضرورة فك ونزع سلاح الميليشيات الموجودة في ليبيا. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن هناك بعض الأطراف الليبية، وهنا أنا أعني جماعة الإخوان الإرهابية اللي موجودة في الغرب الليبي ورئيس المجلس الأعلى اللي موجود في ليبيا خالد المشري، اللي هو أعلن أول أمس عن معارضته لإجراء الانتخابات وبدأ في تأليب الميليشيات المسلحة لكي تقوم بعرقلة إجراء الانتخابات الليبية. وهذا الموقف من خالد المشري رئيس المجلس الأعلى في ليبيا وجماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، هذا الموقف نابع من نقطة جوهرية وهي أن الشعب الليبي يلفظ الإخوان، أن الشعب الليبي يعلم. طيب معالي السفير، إيه هي معطيات القوة الآن لجماعة الإخوان على الأرض في ليبيا؟ أولاً هي أولاً الشعب الليبي لفظ جماعة الإخوان في ليبيا. اثنين، جماعة الإخوان في ليبيا بتعتمد اعتماد كلي هنا في الميليشيات الإرهابية المسلحة المنتشرة في الغرب الليبي، وفي مقدمة هذه الميليشيات المسلحة ميليشيات ما يطلق عليها بركان الغضب. نعم. هذه الميليشيات سوف يستخدمها الإخوان، جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا من أجل إعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، لأن الإخوان وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى في ليبيا أصبحوا على يقين تام أن الشعب الليبي لفظ جماعة الإخوان في ليبيا، وأن الشعب الليبي يرفض مشاركتهم في أي ناحية من النواحي السياسية. ده من جانب. من جانب آخر، جماعة الإخوان بتحاول عرقلة الانتخابات وذلك خوفا على مصالحها الشخصية من جانب، ومن جانب آخر نظرا لعدم وجود أي تواجد في الشارع السياسي الليبي لما يطلق عليه جماعة الإخوان الإرهابية. نعم. معالي السفير، اللجنة العسكرية الليبية أعلنت أنها لن تجلس مع المراقبين الدوليين في العملية الانتخابية، مطلوبين العملية الانتخابية يعني، قبل وضع جدول زمني لخروج المرتزقة. هل ده بيعني أنه من الممكن أن تحدث عرقلة للعملية الانتخابية بسبب الجدل حول فكرة خروج المرتزقة؟ لا، يعني اسمحي لي حضرتك أشير إلى يعني نقطة في منتهى الأهمية، أن هناك إرادة قوية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتجمع على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في مواعيدها من جانب، ومن جانب آخر على تهيئة المناخ الملائم لإجراء هذه الانتخابات. هذا فضلا عن أن هناك إرادة دولية من أجل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وكذلك فك ونزع سلاح الميليشيات العسكرية أو الجماعات المسلحة اللي موجودة في ليبيا. يعني مؤتمر باريس غدا سوف يؤكد على هذه النقطة،
ونقطة إجراء الانتخابات. وأنا بتوقع أنه سوف يكون هناك نوع من الضغط الدولي على الدول التي تعرقل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. هل هناك رد ضغط واضحة في هذا الإطار خاصة مع الحضور الأمريكي لمؤتمر باريس هذه المرة؟ يعني اولا ان يعني تتمت باريس غدا ان شاء الله، يعني نائبه الرئيس الامريكي كاميلا هاريس سوف تشارك في مؤتمر باريس غدا، وده اول مستوى عالي يشارك في الاجتماعات الخاصه بالازمه الليبيه. ده من جانب. من جانب اخر، احنا نتذكر ان خلال الشهر الماضي مجلس النواب الامريكي يعني طرح مشروع قانون لمعاقبه وفرض عقوبات على اي طرف من الاطراف الذي سوف تقوم بعرقلة إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر القادم وفي يناير 2022. هيكون هناك ضغط دولي، وأنا بتوقع أني هيبقى في نوع من دعوة مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على أي طرف إقليمي أو دولي أو الأطراف الليبية المحلية يحاول عرقلة إجراء الانتخابات الليبية. الانتخابات الليبية فرصة جوهرية وفرصة ثمينة من أجل عودة الأمن والاستقرار لليبيا من جانب، ومن أجل الحفاظ على السيادة والوحدة الإقليمية للدولة الليبية من جانب ثاني، ومن أجل رفع المعاناة عن الشعب الليبي من جانب ثاني. نعم، معالي السفير، هناك أسماء مطروحة على الطاولة بالفعل في سباق الرئاسة الليبي، منهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الذي تخلى منذ أكثر من شهر عن منصبه، وأيضا هناك رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة وهي مشاركة غير مؤكدة، وهناك أيضا مرشح النظام السابق وهو سيف الإسلام القذافي. هل ستدور رحى المنافسة الانتخابية من وجهة نظرك بين هذه الأسماء الثلاثة، أم أن السباق لم تكتمل معالمه بعد من وجهة نظرك؟ يعني اسمحيني أن أنا أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية. إحنا علينا أن ننتظر حتى قيام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن تقوم بإعلان قائمة المرشحين اللي هم تم استيفائهم وأن هم استوفوا الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية وفقا لقانون الانتخابات رقم 1 اللي وافق عليه مجلس النواب الليبي. لكن حضرتك خليني أشير إلى أولا، يعني المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي التزم بالقانون رقم 1 والشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وسيادته أعلن على أنه ترك منصبه ومهامه الرسمية مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر القادم، واستوفى الشرط الخاص بذلك اللي هو الشرط الوارد في المادة 12 من القانون رقم 1 الصادر عن البرلمان الليبي للانتخابات الرئاسية الليبية. بالنسبة للمهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ترشيحه لهذه الانتخابات بيعوقه انه المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية اللي بتنص على ضرورة ان المرشح اللي هو بيتمتع بوظيفة قيادية عامة ضرورة ان يستقيل او يوقف مهام عمله بثلاث اشهر قبل اجراء الانتخابات. حتى الآن المهندس عبد الحميد الدبيبة بيمارس مهامه ولم يتنازل عن منصبه يعني قبل 24 سبتمبر الماضي، وهي المدة ثلاث أشهر اللي حددها القانون الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا. بالنسبة لسيف الإسلام القذافي، أولا إذا تم استيفاء سيف الإسلام القذافي للشروط اللي نصت عليها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية في 24 ديسمبر القادم، أنا أعتقد أن المجال هيبقى مفتوح أمام سيف الإسلام القذافي. لكن الفيصل والكلمة الأخيرة هنا سوف تكون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عندما تعلن القائمة النهائية للمرشحين اللي تم استيفائهم للشروط التي وضعتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طبقا للقانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الليبي في هذا الشأن. نعم، معالي السفير، ايه هي السيناريوهات المتوقعة في حالة عدم رضا جبهة الإخوان عن نتائج الانتخابات؟ هل هناك سيناريوهات قد تبدو واضحة للبعض في هذا الصدد؟
يعني ما جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا يعني بدأت أول أمس في إثارة العراقيل والتهديد بعرقلة إجراء الانتخابات، وعلى رأس يعني عناصر الإخوان الإرهابية في ليبيا خالد المشري رئيس المجلس الأعلى في ليبيا اللي أعلن معارضته لإجراء الانتخابات الليبية وفقا للقوانين الصادرة عن البرلمان الليبي، القانون رقم 1 والقانون رقم 2، وقام بالاجتماع مع زعماء الميليشيات العسكرية وزعماء الجماعات المسلحة في ليبيا وحرضهم على معارضة الانتخابات وعرقلة إجراء الانتخابات. جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا بتعمد الآن وبتتطلع إلى عرقلة إجراء الانتخابات لأنها تعلم علم اليقين أنها ليس هناك لها فرصة حتى ولو بنسبة 1% من أن تخوض الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في ليبيا. يعني القناع سقط عن جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تبتغي إلا مصالحها الشخصية فقط، وده من جانب. من جانب ثاني هذه الجماعة الإرهابية بتعارض وسوف تعارض الإجراء الانتخابات وذلك حرصا على مصالحها الشخصية والمصالح الاقتصادية التي بتقوم بالاستفادة منها نتيجة وجودها في المشهد الليبي المعقد حتى الآن. نعم، معالي السفير دعنا ننتقل لجانب آخر من معطيات أو من أجندة مؤتمر باريس، وهو العلاقات المصرية الفرنسية الاقتصادية، وهي علاقات أخذة في النمو. والصادرات المصرية نمت بصورة كبيرة إلى فرنسا في الفترة الماضية، هناك علاقات قوية تربط مصر وفرنسا في الجانب الاقتصادي إلى جانب علاقات تاريخية كلنا نعلمها. ما هي آفاق هذه العلاقات في المرحلة المقبلة من وجهة نظرك وفي ضوء هذا المؤتمر؟ يعني حضرتك اسمحي لي ان انا اشير اولا ان العلاقات المصريه الفرنسيه شهدت دفعه قويه للغايه وتطورت بدرجه كبيره للغايه خلال السنوات السبع الماضيه، ويعني ان العلاقات بقت بين مصر وفرنسا هي علاقات شراكه استراتيجيه. اولا زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اليوم لفرنسا هي زيارة السابعة لسيادته منذ أن تولى سيادته مسؤولية الحكم في 2014. العلاقات السياسية علاقات متميزة للغاية، وأن هناك تطابق وتوافق في الرؤى بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي الرئيس ماكرون تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية من جانب. من جانب ثاني أن فرنسا تعي تماما كما يعي المجتمع الدولي الدور المحوري اللي بيقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط وفي القاره الافريقيه، ده من جانب. من جانب ثاني العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين مصر وبين فرنسا هي علاقات متميزه للغايه، وهنا لابد ان احنا نشير الى اولا ان الاستثمارات بتاعه فرنسا في مصر بتصل الى حوالي 3 مليار يورو من خلال وجود 165 شركة فرنسية بتعمل في مصر وبتقوم بتوظيف 38 ألف مواطن مصري في مشاريع مختلفة في قطاعات المواصلات الاتصالات النقل السياحة الطاقة الإنشاءات المواد الغذائية البنوك والخدمات المالية، ده من جانب. من جانب ثاني في الناحية الاقتصادية ان فرنسا بتحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية بعد ألمانيا وبريطانيا بالنسبة لتقديم التسهيلات المالية والائتمانية لمصر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية. علاقات اقتصادية متميزة، هناك علاقات التعاون العسكري المتميز بين مصر وفرنسا، وهنا لابد من الإشارة إلى التعاون في مجالات التدريب والمناورات العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات العسكرية وبرامج ونظم التسليح، وهنا لابد من الإشارة إلى قيام فرنسا قيام مصر بشراء طائرات الرافال من فرنسا. نعم. حاملات الطائرات المسترال أنور السادات وجمال عبد الناصر، والتعاون العسكري دوت يعني بيتم أيضا من خلال
وجود لجنة عسكرية مشتركة برئاسة. بالتأكيد هي أوجه متعددة للعلاقات المصرية الفرنسية الممتدة والأخذة في العمق شيئا فشيئا منذ القدم وحتى الآن مع نمو متصاعد. معالي السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لك على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر حول استعدادات ووجهات النظر في مؤتمر باريس. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من باريس الآن موفد النيل علاء رشوان. علاء أهلا بك، ماذا لديك عن أجواء المؤتمر التي يتم الاستعداد لها الآن؟ تحياتي إليك. وصل منذ قليل إلى مطار شارل دي جول بالعاصمة الفرنسية باريس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادا للمشاركة في مؤتمر دعم باريس والذي تعقده فرنسا لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي للخروج بالمسار السياسي في ليبيا إلى بر الأمان. هذه الدعوة تأتي بدعوة شخصية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من عمق العلاقات، أولا الثنائية التي تربط بين القاهرة وباريس، وثانيا انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في محيطها الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية من بعد 2011 وسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا ودخول البلاد إلى هو من الصراع الأمني أو العسكري استمر ل11 عاما. تأتي هذه المحاولة التي تبذلها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات والأمم المتحدة التي هذه الأطراف التي من المنتظر أن تترأس مؤتمر باريس لدعم ليبيا، تأتي كمحاولة أخيرة لإنقاذ الحل السياسي بإجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 من ديسمبر المقبل. وجهت الدعوات لعدد كبير من الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية بداية من القاهرة وتونس وتشاد والنيجر والسودان والجزائر بالإضافة إلى أطراف أوروبية وغربية وأمريكية. نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس وصلت ليل أمس استعدادا للمشاركة. أنجيلا ميركل من المنتظر أن تصل خلال الساعات القليلة القادمة وهي المستشارة الألمانية، ويستمر توافد الرؤساء والقادة وزعماء الدول المشاركة في هذا المؤتمر بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وعدد أيضا من رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة وال يعني متداخلة في الشؤون السياسية والأمنية بمعنى الداعمة للوصول إلى الحل السياسي في ليبيا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام المجتمعين في هذا المؤتمر، ومن المنتظر أن يؤكد خلالها على الرؤية المصرية حيال الخروج من النفق المظلم في ليبيا، سواء في التأكيد على توحيد ضرورة توحيد المؤسسات مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة العسكرية والمؤسسات الوطنية الأخرى، التأكيد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا تمهيدا لإجراء المصالحة والتقارب بين الفرقاء الليبيين، التأكيد على أن الحل السلمي والأمني العسكري الذي تتطلبه الأزمة الليبية الآن أصبح ملحا في هذه الأثناء بدون يعني تدخلات لأطراف أجنبية أو إقليمية في معترك السياسة ومعترك التوصل إلى حل هذه الأزمة الليبية التي امتدت ل11 عاما كما أشرنا. السيد الرئيس أيضا من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية الفاعلة التي سوف تحضر هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وهذه الأطراف الدولية والإقليمية فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حيال الخروج من الأزمة الليبية بما يضمن مقدرات الشعب الليبي ويمهد الطريق أمام تحقيق المصالحة بين الفرقاء الليبيين في الفترة المقبلة، تمهيدا لإنجاز الانتخابات أو الاستحقاقات الدستورية والنيابية من بعدها. نتحدث هنا عن الانتخابات الرئاسية في 25 من ديسمبر ومن بعدها مباشرة الشروع في إجراء الانتخابات التشريعية. من المنتظر أيضا أن يصل خلال الساعات القليلة القادمة كل من عبد الحميد لدبيبة وهو رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، وأيضا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي استعدادا
لإطلاق هذه المشاورات التي سوف تسبق انعقاد المؤتمر في غدا الجمعة. أيضا تجرى حاليا استعدادات أو وضع اللمسات الأخيرة على البيان الختامي الذي سوف يخرج عن هذا المؤتمر، والذي سوف يحمل رؤية الإقليم أو رؤية المجتمع الإقليمي والدولي حيال ضرورة الخروج من هذا النفق المظلم في ليبيا بإجراء هذه الانتخابات وتقديم الدعم والحشد الإقليمي والدولي اللازم لإنجاز هذه الاستحقاقات الدستورية في ليبيا. نعم، في هذا الإطار، على هل هناك نقاط هي قيد المناقشة على طاولة المفاوضات دونا عن غيرها للوصول إلى في الأزمة الليبية إلى حلول واضحة في المرحلة المقبلة؟ منذ ليلة أمس يعقد عدد كبير من المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم إيمانويل ماكرون لقاءات ثنائية بين الإدارة الفرنسية وبين أطراف أخرى بدأت في التوافد ليلة أمس للاستعداد لهذا المؤتمر. باريس اليوم وغدا تشهد زخما دبلوماسيا وسياسيا كبيرا لا يتعلق فقط بمؤتمر دعم ليبيا الذي سوف يعقد غدا، ولكن سوف يعقد أيضا مؤتمر باريس أو منتدى باريس للسلام، وهو يأتي كنسخة رابعة على غرار مؤتمر ميونخ للدراسات الأمنية لتعزيز السلم والأمن الدوليان بحضور أطراف إفريقية وأوروبية. أيضا سوف تستضيف باريس الاحتفالية الكبرى التي سوف تعقد يوم الجمعة أيضا بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة اليونسكو. باريس في هذه الأثناء كما أشرنا يعني تشهد زخم سياسي ودبلوماسي، وبطبيعة الأحوال يأتي في القلب من هذا الزخم الدبلوماسي انعقاد هذا المؤتمر الهام الذي تنظر إليه باريس على أنه الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في ليبيا، خاصة بعدما شهدت الساحة الليبية خلال الشهور القليلة الماضية تجاذبات والعديد من يعني التجاذبات السياسية في الداخل الليبي بين طرابلس وبني غازي وسرت، واختلاف الرؤى بين الفرقاء الليبيين أنفسهم عن ضرورة أو أولويات تحقيق هذه المصالحة سواء بانعقاد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الشروع مسبقا في الوصول إلى تفاهمات بين المعسكرين. كل هذه التفاصيل سوف تكون مطروحة بطبيعة الأحوال خلال النقاشات التي سوف تجرى سواء فيما يتعلق بالمؤتمر السلام الذي تعقده باريس لدعم ليبيا، أو فيما يتعلق باللقاءات الثنائية التي سوف تعقد على هامش هذا المؤتمر، ومن بينها اللقاءات التي سوف يعقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الرؤساء والقادة والزعماء الذين سوف يحضرون هذا المؤتمر. في القلب من هذه النقاشات التأكيد على الرؤية المصرية حيال هذه الأزمة، والتي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بأن الأولوية هي لتوحيد المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية لإتاحة الفرصة لإجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الفرقاء الليبيين، ومن ثم الشروع في تحقيق الاستحقاقات الدستورية والنيابية الهامة تأسيسا لدولة وطنية ليبية جديدة تحفظ مقدرات الشعب الليبي، وبالتالي ينعكس هذا على الأمن والسلم في المحيط الإقليمي وأيضا المحيط الدولي. بطبيعة الأحوال لابد هنا أن نشير أيضا إلى عدد من اللقاءات الثنائية التي سوف يجريها السيد الرئيس على هامش هذه الزيارة، تتعلق بدفع وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وبين رؤساء ودول هذه يعني رؤساء وحكومات الدول هذه الدول التي سوف تحضر هذا المؤتمر، أو فيما يتعلق تعزيز وتنسيق التشاور بين البلدين أو بين مصر وبين هذه البلاد حول عدد كبير من القضايا سواء تتعلق بقضايا الأمن الإقليمي أو فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. نعم. نعم، شكرا لك علاء رشوان موفد النيل إلى باريس، شكرا لك على متابعتك، وبالتأكيد سنكون معك في متابعات أخرى حول المؤتمر في تغطياتنا الإخبارية المختلفة. مشاهدينا، كانت هذه متابعتنا الإخبارية عبر همزة وصل لبداية أعمال مؤتمر باريس حول ليبيا والقضية الليبية ومشاركة الرئيس السيسي في أعمال المؤتمر عبر دعوته من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بالتأكيد متابعتنا مستمرة لأعمال المؤتمر من خلال تغطياتنا الإخبارية المختلفة. همزة وصل بهذا انتهت، لكم منا كل الشكر.